دلوقتي هنعمل وصفة تانية لذيذة قوي، وعلشان نعملها عايزين نص كيلو كريز، بما انه دلوقتي موسم الكريز. ولو مش عايزين تستعملوا كريز تقدروا تستعملوا خوخ، تقدروا تستعملوا اي حاجة انتوا عايزين تستعملوها، المهم معانا العجينة الصح اللي هنعمل بيها الوصفة اللذيذة بتاعتنا دي. طيب، فعايزين نص كيلو فاكهة. احنا اخترنا النهاردة زي ما قلنا الكريز، وعندنا 4 بيضات، نص كوباية سكر، دقيق، كوباية لبن، 100 جرام زبدة، معلقة كبيرة بشر برتقال، وفانيليا. تمام. هناخد دلوقتي معلقة زبدة كبيرة، دي إضافية هنحطها في الطبق هنا مع 2 كبار سكر. هناخد بقى دلوقتي 2 معلقة السكر وهنحطها، يعني كأن ده بدل ما بنحط زبدة ودقيق هنحط زبدة وسكر. هناخد نص كيلو. انا عايزه الطبق كله يعني يبقى متغطي خالص، مش باين منه حاجه، فهنحط تقريبا بيعوز نص كيلو، لازم يبقى كل الطبق متغطي عندي بالفاكهه اللي احنا مستعملينها. فهو نص كيلو زي ما انتم شايفين، ممتاز كده، تمام. عندنا 4 بيضات هنحطهم مع بعض. هنحط دلوقتي الفانيليا معاهم، كله هنشتغله في الطبق وبالويسك بتاعتنا، مش هنعوز نعمل اي حاجة تانية في عجانة ولا حاجة. هناخد السكر وهنحطه معاهم، وهناخد الدقيق وهنحطه برضو معاهم، واخر حاجة هنحطها اللبن، وبعدين هنروح نسيح الزبدة ونحطها هي كمان. هنروح حاطين دلوقتي كمان البرتقال اللي عندنا، ونحط اللبن بالراحة كده. ما بنضيفش اللبن غير لما بنتأكد ان الدقيق كله امتزج، ما بقاش فيه اي حاجة مكلكعة، وبعدين نحط اللبن كده، تمام. ناقص بقى نعمل ايه؟ نسيح الزبدة اللي عندنا. خمسين جرام زبدة، خلاص كده. كده الخليط بتاع الحلو بتاعي النهاردة خلص، هحطه بقى على الكريز. تمام كده، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد تقريبا نص ساعة.